إذن ما زلنا معكم مشاهدينا في فقرة المطبخ، وزي ما كنا قبل شوي مع غادة عم نحضر دجاج الكريمة بالخضار وجهزت لنا الطبخة هاي. خلينا نشوفها هلا بعد الفرن غادة. لسه نستنى هلا تطلع من الفرن. لسه نعمل الحل. لغاية إذا نعمل الحلو اللي هو حلى التمر. وأكيد حلى التمر هذا من اسمه فيه تمر. طبعاً. طيب شو مكوناته يا غادة؟ يلا قوليها لنا أنت. هما 2 كوب من بسكويت شاي مطحون، كوب واحد من التمر، علبتين قشطة، وكوب واحد لبن زبادي، 12 قطعة جبنة كيري، والله كثير 12، ملعقة كبيرة كاكاو، وملعقة صغيرة نسكافيه، يعني أكلة دسمة. ما فيش حلويات مش دسمة، يعني الحلويات أغلبيتها بعدين أنت وزعيها دي على مثلا لو قطعتيها على 16 حتة مثلا حيطلع لك إيه من قطعة جبنة واحدة؟ ما فيش لا 16 لا بتطلع أقل من قطعة جبنة بتطلع أقل طبعا. والجبن بس الجبنة ممكن تقلليها خليهم 10 يعني مش ضروري انك تلتزم بالمقادير. لا هم لازم يلتزموا. انت شو بتزعلي؟ عشان اخف شوية. عشان اخف شوية. اسمعي الواحد بياكل كل اللي هو عايزه بكميات معقولة، بدل ما تعيش عمرك حرمة نفسك من الأكل وبتاكلي أكل مش مستمتعة بيه. لا الواحد ياكل بس بكمية معقولة. بكميات معقولة يعني الحمد لله مش كل يعني أنا مش تخينة عادية. مش تخينة قوي أبدا. باكل من كل الحاجات دي بس كميات معقولة. طيب في معنى اتصال إشي يا ليلى؟ معنا نور. صباح الخير يا نور. صباح الخير. أهلا. كيفكم؟ تمام. ما شاء الله عليك رندا منور الشاشة بالدنيا ما شاء الله عليك. حبيبتي شكرا. أنا حابة أشارك. هتشاركي في المسابقة تفضلي. 940 89. قديش 940؟ 89. أوكي يا نور. حابة أحكي مع الشيف غادة. أهلا أهلا إزيك يا نور؟ الحمد لله كيفك أنتي؟ تمام صباح الخير. صباح النور. بس بدي أسألك، أنا دائما بعمل كوكيز وأكثر مرة دخلت على ريسيبيز على الإنترنت بس مش عم بطلع معي مظبوط، يعني دائما بطلع رقيق وكله سكر مش عم بزبط معي، فيعني مش عارفة هيك أكثر من مرة جربت أكثر من وصفة وما بزبط معي. أي نوع من الكوكيز؟ ما في وصفات، في أنواع كتير، أنت حددي النوع اللي أنت عايزاه. اللي هو أظن شوكليت شيب. شوكليت شيب عملناه. خشي على اليوتيوب مطبخ رؤية واكتبي غادة التلي كوكيز، هيطلع لك وصفة الشوكليت شيب دي، وصفة يعني مش هتلاقي أحلى منها. أوكي خلص هيظبط معها. قولي لنا رأيك. أوكي يسلموا إيديك. شكرا يا نور على اتصالك. شكرا. طيب إحنا هنا طحنا البسكوت وخلطناه بالزبدة كويس وحطيناه في القالب وضغطناه. اوكي ما حطيتيه في الثلاجه؟ لا حطيته في الثلاجه. حطيت لازم يعني حطيه في الفريزر 10 دقائق بيمسك اسرع، بس عشان لما تيجي تحطي الخلطه الثانيه فوقيه ما تاخدش منه يعني ما يتلخبطش معاك. متماسك. بس خلاص. ودلوقتي هنعمل الخلطه دي، بنحط لها اول طبقه بتبقى عباره عن عيار الجبنه وعلبه قشطه. اوكي بس مش حاطه كل الجبنه. لا احنا عاملين نص عيار. عاملين نص عيار عشان النص الثاني اوريدي احنا عاملينه. اوكي وبعدين بس دي بناخدها بنخلطها، دي بتبقى زي طبقه رقيقه بتتحط فوق البسكوت بتدي طعم الجبنه. كتير هتحبيها الوصفه دي، هي قريبة من التشيز كيك مش هيك؟ يعني لو زودتي العيار لو زودتي عيار الجبنة دي وبعدين حطيتي الطبقة الثانية فوق هتبقى زي التشيز كيك. اوكي إذن هلا بعد ما خلطتيها بتحطي فوق البسكوت؟ هنحطها فوق البسكوت. هي بتبقى طبقة صغيرة فوق ال بس هتعطيها نكهة بس. إذا خلطتي جبنة الكيري مع القشطة. أوكي رزان صباح الخير. صباح النور كيفكم؟ أهلا هلا. شو أخباركم؟ الحمد لله بخير، أنت كيفك؟ تمام الحمد لله. كيفك غدودة؟ ازيك يا رزونة؟ كيفك انتي؟ انتي ايه اخبارك؟
تمام الحمد لله. شو اخبارك انت؟ شو الاكلات اللي بتجنن؟ تمام يا ربي يخليكي. انت باين عليكي دمك خفيف لما نصدقك مره من حد. وانت دمك بجنن. تسلمي شكرا حبيبتي. انت رزان حابه تشاركي في المسابقه؟ يلا. 94089. اوكي رزان ان شاء الله تفوزي. شكرا لكم. باي غادرة. باي باي. طيب احنا حطيناها في الثلاجة بس انا هنحطها في الفريزر علشان تسقى اسرع. اوكي وفي نفس الطبق مش مشكلة. هنعمل الخلطة تبعت التمر. تبعت التمر بقى هي دي اللي بتجيب الطعم كله يعني. اوكي هنحط معاها زبادي. الزبادي عيار الزبادي. وهنحط القشطة. ومعنا صديق البرنامج يا غادة أسامة. أكيد بتعرف طبعا أسامة. قلت أسامة قبل ما أقول صديق وافي. يا هلا أسامة. مساء الورد. مساء الأنوار. مساء الورد يا سميلة. كيف كندر؟ أهلا بيك. تمام الحمد لله. مبارك. كيفك؟ الحمد لله. الله يعين. الحمد لله بالخير. مع هالأكلات الحلوة أكيد بدكم خير. يا رب يخليك يا أسامة. إزيك كيف غادة؟ إزيك يا أسامة. والله الحمد لله أنا بألف خير. أحبك. إزيك كيف أخبارك؟ تمام ربنا يخليك. يعني أنت اليوم نورين القناة. يعني أنت تسحرين بهالأكلات وهال يعني هالقناة الرائعة متميزة. يا الله رب يسعدك يخليك. يا أسامة شكرا شكرا. أول شيء دمسي على المخرج ليلى. يعني اليوم نور البرنامج غير طبيعي. اليوم يعني لها دور كبير كبير كبير. شكرك ليلى. تشكرك. وكمان لخالد كمان بصراحة التحية. كمان لخالد كمان تحية له شكر وتقدير حقيقة. يعني ما شاء الله بكل أدب يعني بستقبل الاتصالات بكل يعني بكل احترام بكل تقدير. حبيبها أوجه له كمان تحية وللمخرج وكمان المخرج ليلى عشان ما تزعل مني. يعني تسلم يا أسامة. حابة تشارك منك يا أسامة. أنا حكيت أنا هديتي محبتكم بس هي أغلى هدية عندي. يعني ما بدك تشارك في المسابقة؟ لا بدي أشارك. خلينا على التيسير بنحكي 9-4. أيوة 0-8-9. أوكي أسامة شكرا لمشاركتك. أسامة كسب الأسبوع اللي فات. كمان فاز. والله جد ما أخذت جمع الكتب وبيبيعهم. أسامة لا أسامة كسب حاجة تانية. كانت صينية كيك على شكل عروسة. أخذت الجائزة أسامة؟ لا والله ما أخذتها. ما أخذتها ليش؟ فرصة تيجي عنا على الأردن على عمان. على الأردن. على عمان على أساس تزورنا. والله يا ريت. أنا محضر لكم هدية مرتب يعني هتعجبكم إن شاء الله. الله يخليك يا أسامة يعطيك العافية. طيب هنا حطينا التمر والقشطة والزبادي ومعلقة كاكاو ومعلقة النسكافيه. أوكي؟ وهنبتدي نطرطش بقى. ديري بالك. هي في الاول بتطرطش لغايه ما التمر شويه يدوب واحنا مش عايزينها تكون عجوه. في حاجه طارت بره؟ لا, لا 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 مش عايزينها تكون عجوه لانها دي بتبقى حلوه وهي فيها حتت كده بتحس بال يعني ما شاء الله المشاهدين متابعينك على طول. الحمد لله غادة. خلاص دي بعد ما بتخلص بنجيب اللي احنا حاطينها في الفريزر. تحطيها فوقيها. بنحطها فوقيها. بعدين طبعا يعني هي كده خلاص خلصت. انت بقى حره بتزيني الوش باللي انت عايزاه. عايز تحطي شوكليت عايز تحطي مثلا التمر حلو مع الفستق الحلبي عايز تحطي لوز اللي انت عايزاه بتحطيه على الوش. طيب هنطلع اللي احنا اوريدي عاملينها من الاول. بس ونجيب سكينه ده سطور مش سكينة. استعملنا كل السكاكين الصغيرة. ايه رأيك نحط لها لوز ولا فستق؟ لا فستق.
احلى، بعطي شكل احلى صح. انا بحب اللوز لما يكون مع السكر زي كروكان. كروكان خلاص. عايزه نحط الفستق بقى. معنا كمان اتصال من عمان. سهى صباح الخير يا سهى. مرحبا. مرحبتين. معلش انا حابه اشترك في المسابقه. بس حابه تشتركي في المسابقه ولا حابه؟ اتكلم عليكم طبعا. اوكي سهى تفضل الرقم. 940-89. اوكي حابه تحكي شيء مع غاده؟ لا شكرا كثير لها. يا هلا اهلين سهى. خلاص نطلع ال شوفي الله رائع شكلها اكيد يعني الوان وطعم وفايده ودسم شيء رهيب. يا سلام بجد شكلها مشهي وكده خلص. وتحبي نحط صوص شوكولا على التمر دي ولا خلاص كده؟ بتكون كتير غاده كتير هيك مع شوكولاته. طبعا هي كله انا بس عايزه الناس يعني يعني ممكن يحطوا ممكن يحطوا اكتر من حاجه عليها يعني ما بياخدوش يعني مفيش داعي الواحد ياخد الوصفه زي ما هي كده ويطبقها. حلوه كل واحده كده يبقى كل واحد لمسه خاصه لمستها على الطبق بتاعها. يسلموا ايديكي وعينيكي. اهلا وسهلا. واذا اذا عملتينا دجاج بالخضار بالكريمه وعملتينا كمان حلى التمر فبالفعل يعني شكلها مشهي وهلا بندوقها بعد الهواء. واكيد بنذكر مشاهدينا بضروره التصويت للبحر الميت قبل ما الختام نختم يعني وقبل ما نعمل كمان السحب ضروره التصويت. وطبعا هي الرقم ظهر على الشاشه 940-89 بامكانكم ارسال رساله اما باللغه العربيه او الانجليزيه كلمه البحر الميت بامكانكم ترسلوها على هذا الرقم. وطبعا الموقع الالكتروني www.n7w.com بتقدروا كمان تتصلوا على هذا تبعتوا برضو على هذا الرقم. مشاهدينا خلينا نجري السحب هلا. شو رايك تسحبي انت السحب؟ يلا تفضلي. لا مش هينفع. لا مش هينفع انا خلاص. اسامه معلش يا مش معقول ما شاء الله حظه شو حلو أسامة. أسامة طيب أسامة بس خلينا نجرب كمان نعمل كمان سحب ثاني شو رأيك؟ بعدين يعني خلاص لأنه فاز المرة الماضية أسامة. بعد خلاص يا أسامة معلش بقى تكسب أكيد كمان شهر يعني ما حيزعل مرة في الشهر ما حيزعل. رزونة رزان 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 هي اللي فازت بالجائزة. ألف مبروك لرزان. مبروك يا رزان وتقدري تيجي اي وقت تاخدي الهديه من من هنا من قناه رؤيا. امتى من الساعه ايش السؤال مره ثانيه كانت تحكي عن المخرج امتى يقدروا يجوا ياخدوا الجائزه من الساعه ما عنديش فكره والله بس هو احنا موجودين على اي حال موجودين من 9 للساعه 5 او 6 فبامكانكم تيجوا تستلموا جوائزكم. وطبعا بنشكرك مره ثانيه غاده اهلا ونورتينا النهارده حبيبتي حبيبتي تسلمي. انا كثير مبسوطه اني كنت معك وأنا اليوم مبسوطه انك كنتي معي حبيبتي تسلمي. واكيد مشاهدينا هيك بكون مشوارنا انتهى لليوم بعد ما قدمنا لكم هاي الفقره. وبالطبع مشوارنا رح يتجدد يوم السبت القادم بكره عطله اجازه اسبوع سعيده بنتمناها للجميع. بالطبع اكيد موعدنا رح يتجدد يوم السبت الساعه 8:30 ودنيا الصحافه الساعه 7:30. وبالطبع مشاهدينا لقانا اكيد بحلى بمتابعتكم معنا. الى اللقاء باي باي.